يعطيك العافيه. بهذا الاكسرسايز رح نعمل بلوت على سيستم اوف وان اكسس اللي هو الاكس اكسس. رح نلاقي شيء اسمه الجبريك ميجر. هاي الشحطه اللي فوق الاي بي الجبريك ميجر هي بتعبر عن الابسسه للفيكتور، ممكن تكون نيجاتيف ممكن تكون بوزيتيف. كمان في عندي فيكتور له تعبير اخر، مش في فيكتور اي بي فيكتور اي بي، وفي عندي ديستانس اللي هو مثل هيك مثلا هاي الاي بي بتعبر عن ديستانس، ما ممكن احط منها فيكتور ولا شيء ولا شحطه. اول شيء رح نحط هون النقط على الاكسس اللي عندنا اياه، البي هي تو هيها عفوا السيستم هو او او اي، يعني الاوريجن تبعه او، يعني عند الاو بيكون 0 والاو اي هو اليونت فيكتور، يعني كل ما امشي انا او اي يكون عم بعد شو 1 يونت، فهيدا كل ما امشي مسافه قد الاو اي يكون عم بعد 1 يونت. هيدي او اي هيدي 1 وهيدي وحده ثانيه مثل او اي هيدي 2 هيدي 3 هيدي 4 الى اخره. فهون البي هي تو، يعني بدي امشي مسافه قد الاو اي مرتين، يعني واحده اثنين هيدي هيدي او بي. انتم دغري تحطوها هون البي هي تو، يعني تبعد عن الاو مرتين او تو ستيبس وتحطوا البي. سي بالحقيقه الاو البي هي تو معناتها من الاو للبي في مرتين شو مرتين او اي. البي بهذا السيستم يعني من الاو للبي في مرتين او اي. مثلا السي هي ماينس 5، يعني من الاو للسي من الاو للسي في شو ماينس 5 او اي، في ناقص 5 مرات او اي. مثلا دي هي 6، يعني من الاو للدي بيساوي شو 6 مرات او اي، من الاو للدي بيساوي 6 مرات او اي 6 او اي، يعني 6 خطوات مثل الاو اي. وكمان نفس القصه من البي البي هي 2، معناتها من الاو للبي هي شو في مرتين او اي. طيب هلا سي هي ماينس 5 اللي بيمشي من الاوريجن او ماينس 1 ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ماينس 4 ماينس 5 سي عند الماينس 5. كمان الدي هي 6 بعد الاو بيمشي بلس 6 على اليمين 1 2 3 4 5 6 هيدي الدي اللي هي 6. هلا بده الجبريك ميجر للاي بي ولا اسهل من هيك، نقول الاكس للبي الابسس للبي لتين حرف ناقص الابسس لاول حرف ناقص الابسس للاي، بس هيك هيدي. الاكس للبي هي شو 2 ماينس الاكس للاي هي 1، ما الاي هو اليونت الاي هي اليونت فيكتور، اليونت فيكتور الاي هي بتكون 1 هي اول واحده 2 ماينس 1 بيطلع 1 هيدي هي. الفيكتور اي بي شو بيصير عن هاي اللي فوق؟ هي ذاتها بس رح نحط شو اكس بي ماينس اكس اي مضروبه باليونت فيكتور اللي عندنا اللي هو مين؟ هو او اي. اليونت فيكتور عمر السؤال هو شو؟ او اي تايمز او اي. فبتصير شو؟ الاكس للبي هي 2 ماينس 1 ماينس اكس اي 2 ماينس 1، يعني 2 ماينس 1 او اي، يعني شو؟ يعني 1 او اي. فيعني من الاي للبي قد من الاو للاي، من الاي للبي مثل ما شايفين مثل قد المسافه من الاو للاي نفس الاتجاه. البي سي نفس الشيء، حط اكس للثاني نقطه ناقص اكس لاول نقطه، اكس سي ماينس اكس بي، الاكس سي معناها ماينس 5 ماينس الاكس للبي معناها 2 فبيطلع ماينس 7. نفس الشيء رح نعمل بالنسبه للفكتور بي سي تحت، هي هون الفكتور بي سي هي نفس قصه اكس للثاني ناقص اكس للاولى، احسبناها فوق شو طلعت ماينس 7. بدي احط معها شو؟ بدي احط اليونت فيكتور اللي هو او اي هيك وال شو طلعت هيدي طلعت ماينس 7، فحط ماينس 7 او اي بس. كمان السي دي هي الاكس للثاني ناقص الاكس للاولى، اكس للدي ماينس اكس للسي، الاكس للدي معناها 6 ماينس اكس للسي معناها ماينس 5. انا عم بقول ماينس وعنده ماينس 5 يعني بصير شو بلس 5، يعني اكس للدي اللي هي 6 ماينس ماينس 5 يعني بلس 5، شو بيطلع جواب 11. نفس الشيء رح نشتغل بالسي دي بس رح نحط شو؟ رح نحط مثل هيدي ونحط اليونت فيكتور او اي، يعني هي اكس للدي ماينس اكس للسي مضروبه باليونت فيكتور او اي. هذا اللي بيفرق بين الفيكتور وبين شو؟ الالجبريك ميجر. الالجبريك ميجر ما بنحط ما بنضرب باليونت فيكتور، هون بنضرب باليونت فيكتور. هيدي هون اكس دي ماينس اكس حسبناها طلعت 11 يعني 11 او اي. كمان الاي دي الجبريك ميجر هي اكس للثاني للدي ناقص اكس للاولى، الاكس للدي هي 6 ناقص اكس للاي، ما الاي هي اوريجن هون، الاي هي عفوا لا اللي هي على راسنا اياها 1، عشان هيك على راسنا هي 1، فنقول اكس للدي هي 6 ماينس اكس للاي هي 1 ايكوال شو 5. نفس الشيء رح اشتغل هون بالاي دي، انه اكس للدي ماينس اكس للاي بس حط اضرب شو باليونت فيكتور اللي هو او اي، هي طلعناها هون طلعت شو 5 وبيبقى عندي او اي اضرب او اي. فاذا هيدا هيك بنعبر عن الفيكتور، هيك بنعبر عن شو الالجبريك ميجر. الالجبريك ميجر بس بحط الاكس للثاني نقطه ناقص الاكس اول نقطه بحسبهم، الفيكتور بحط نفس الشيء بس بدي اضرب باليونت فيكتور اللي هو شو معي هون بهذا السؤال هو او اي. بيبقى عندنا الديستانس، شو الفرق بين هون بين الديستانس؟ عندي هون اي بي، هيدي اي بي مش فيكتور اي بي ولا شحطه الجبريك ميجر اي بي، فهيدي شو بنعمل؟ بنحطها بالابسوليوت، هيدي بتعبر عن ديستانس، هيدي بس تكون هيك ما في شحطه فوق منها ولا في فيكتور، يعني بتعبر عن ديستانس. والاكس للبي ماينس اكس للاي ايكوال، هي حسبناها فوق البي ماينس اي هي الاكس للبي ماينس اكس، حسبها فوق طلعت 1، فهي بحطها شو موديولس لل 1 اللي هي 1، عفوا الموديولس او الابسوليوت فاليو لل 1 اللي هي 1. البي سي كمان هي شو؟ اكس سي ماينس اكس بي، الاكس سي ماينس اكس بي كمان حسبها فوق، اكس سي ماينس اكس بي هي طلعت شو ماينس 7، ماينس 7 بحطها هون ابسوليوت ماينس 7، ابسوليوت ماينس 7 يعني ايكوال 7، 7 يونتس اوف لينث اوف لينث. هون نفس الشيء 1 يونت اوف لينث. السي دي كمان نفس الشيء، الاكس للدي ماينس اكس للسي حسبتها فوق، اكس للدي ماينس اكس للسي طلعت شو 11، فنحط شو كمان 11 بس بالابسوليوت فاليو، ابسوليوت فاليو 11 هي 11 يونتس اوف لينث. الاي دي كمان حاسبينها فوق، اكس للدي ماينس اكس للاي طلعت شو 5، فرح اكتب انا حسب الطاقه اول شيء اكس للدي ماينس اكس للاي اللي هي ابسوليوت 5 اللي هي جوابها 5 يونتس اوف لينث. كمان الاي سي حاسبينها فوق، الاي سي حاسبينها مش حاسبينها فوق الاي سي، رح اكتب انا حسب الطاقه هون الاي سي هي اكس للسي ماينس اكس للدي، الاكس للسي معناها فوق ماينس 5 ناقص الاكس للدي عفوا الاي سوري الاي هون اكس للاي معناها هون، فبيطلع جواب ابسوليوت ماينس 6 يعني 6 يونتس اوف لينث. دائما الابسوليوت طلع جواب عن شو بوزيتيف، اذا كان ماينس 6 بصير 6، اذا كان 5 بضل 5، كان بوزيتيف بضل بوزيتيف، كان نيجاتيف بصير شو بوزيتيف. البي دي كمان نفس القصه، الاكس للدي ماينس اكس للبي ايكوال اكس للدي معناها فوق كانت شو؟ اكس للدي هي 6 ماينس اكس للبي 2، يعني 6 ماينس 2 هنحط 6 ماينس 2 اللي هي شو؟ ابسوليوت 4 هي جوابها 4 يونتس اوف لينث. ماشي، هذه بالنسبه للديستانس وبالنسبه للفيكتور وبالنسبه للالجبريك ميجر. بعد هلا عم يقول لي كوردينيتس للبوينت اي هي جديده صارت ذات او اي ايكوال ماينس 3 او اي. فينا نقدر نعرفها للفيكتور للاي، ما الاو اي هو اليونت فيكتور بهالسيستم. ماشي، فالمضروب فيها للاو اي هو رح يكون لابسسها للفيكتور او اي، هو رح يكون لابسسها للبوينت اي. فين نقدر نعرف انه الاو اي هو رح يكون ماينس 3، وبما انه الاو هي اوريجن يعني الاي رح تكون شو هي ماينس 3. فين نقدر نشتغلها هيك؟ لانه شو الاو هي اوريجن عم نشتغل بالسيستم اوف يونت فيكتور او اي، فهذا اللي مضروب باليونت فيكتور هو رح يكون دغري هو لابسسها، ما في داعي نشتغل شيء. فينا نفصل مثل ما تعلمنا انه مثلا من او اكس للاي ماينس اكس للاو، اكس للاي ماينس اكس للاو حسب القاعده اللي قلناها شويه مضروب بشو باليونت فيكتور اللي هو او اي ايكوال ماينس 3 ايكوال ماينس 3 اكس للاي ماينس اكس للاو مضروب باليونت فيكتور اللي هو او اي. مش هيك؟ عفوا مضبوط هيك. هلا بنشيل اليونت فيكتور هون هون بنختزل هون، ضل عندي اكس اي ماينس اكس او اللي خليني اعوض الاكس اللي مش عارفها بالحقيقه ذاتها، احنا بنطلعها ماينس اكس للاو اللي هي معناها 0 عشان هي اوريجن،
equal minus 3 xla هي 1 minus xla هي origin. ال OA شطبتها مع OA اختزلتها مع بعض. فبضل عندي xla minus 0 xla equal minus 3b1 1 minus 0 يعني 1 minus 3b1 يعني 2 minus 3. فال A هي شو؟ عندها abscissa minus 3 مثل ما شفنا فوق هي زيتها. هلا تحت عم قال لي find the abscissa of the points A, B, C, D and E in the system O, O, B. هون بنعمل شيء اسمه old system وشيء اسمه new system. والold system كان origin O واليونت فيكتور هو OA. نحن نقول abscissa لهول بوينتس من اول سيستم A كانت شو؟ 1. البي كانت 2. الA كانت 1 البي كانت 2. والسي كانت ماينس 5 على ما اظن ماينس 5 والدي 6 سي كانت ماينس 5 والدي هي شو والدي هي 6 الاي كمان معناها شو ماينس 3 طلعنا هلا ماينس 3 او كان السيستم القديم هو او اي نحن عم نطلعه لهول لهول الابسسس بس السيستم الجديد هو شو او بي يعني كل اوجن تبعه او اي او بس اليونت فيكتور هو او بي تعال نطلع على الرسمه القديمه نشوف بالسيستم الجديد هو او بي السيستم الجديد الاوريجن او واليونت فيكتور او بي يعني بصير بعد من الاو للبي هي 1 يونت يعني بصير كل مربع عنهم 1 اذا كل مربع عنهم 1 بصير الكوردينات للبي هي بصير الابسسس للبي هي 1 والاي صار بالنص نص ال1 يعني بصير الاي هي نص بهالسيستم قديش وقت اذا كل او بي هي 1 يونت يعني كل مربع عنده 1 يونت بصير هيدي 1 هيدي 2 هيدي 3 بصير دي هي 3 السي مثلا شو بتصير كل تنتهي من 1 هيدي ماينس 1 هاي ماينس 2 هيدي ماينس 2.5 ناقص 2 ونص من الرسمه بيبانوا معنا لانه صار الاو بي هو شو هو اليونت فيكتور الجديد مثل ما عم يقول السؤال فينش نقلهم بدل ما يكون عندي رسمه بنبلش بالاي مثلا انا مش عارف شو الابسس الاي بسميها شو اي اوف اكس هي موجوده بهالسيستم اللي هون اذا الاي اكس موجوده بالسيستم او او بي معناتها او بي بيعملوا لي فيكتور اسمه او بي بيساوي شو اكس تايمز او بي عفوا او اي ايكوال اكس تايمز او بي هاي معناتها او اي فيكتور او اي ايكوال اكس تايمز فيكتور شو اكس تايمز فيكتور او بي وبلش فصلهم الكوردينات لهول بس لهول جيبهم كلهم شو من السيستم القديم عشان طلع شو الاكس بيقول له اكس ال اي ماينس اكس ال او دائما اثنين ناقص الاكس ال اي ماينس اكس ال او ايكوال اكس تايمز الاكس ال بي ماينس اكس ال او اكيد هون في عندنا اليونت فيكتور اللي هو فهم نقول ال x ال a ماينس x ال o ال x ال a كانت عندنا حسب السيستم القديم 1 ماينس ال x ال o هي كانت اوريجن يعني 0 هون ال o هي شو 0 يعني السيستم o هي اوريجن هي 0 هون ايكوال x انتو x ال b من هون هي 2 ماينس x ال o هي شو ال o x ال o هي 0 فهون نجي نحسب هيدي 1 ايكوال 2 x يعني x ايكوال شو 1 اوفر 2 فبتصير ال a شو هي شو السيستم ال a هي هاف ان ذا سيستم ان ذا سيستم o او b مثل ما شفنا بشوي بالرسمه انه ال a هي نص مسافه من ال o لل b نجي لل b نفس ال b اللي هي 2 هلا شايف ال b هي هون 2 حتكون هون شو x مش عارفينها نحن هاي اول وحده خلصنا ال a ال b هي x ان ذا سيستم o او b مثل ما قلنا بشوية هات تعمل لي فيكتور جديد OB بيساوي X تايمز عفوا OB بيساوي X تايمز OB يعني هون فينا نقول مقارنة هون 1 OB إيكوال X OB يعني X إيكوال 1 فين نطلعها هيك فينا نقول إنه XB ماينس XO إيكوال X تايمز XB ماينس XO الـ XB بالسيستم القديم هي شو 2 يعني 2 ماينس 0 إيكوال XB 2 ماينس 0 يعني 2 إيكوال X تايمز 2 تي 2X نجيب 2 لهون بصير أوفر يعني 2 أوفر 2 إيكوال X يعني X إيكوال 1 فبصير عندنا الـ B هي شو 1 بقلب السيستم O OB طبيعي الـ B تطلع 1 عشان الـ OB هو اللي بنفكر هلا تمام رح نتابع باقي النقط الثانيين هن بعدين السي نصير نطلع الاي والبي هلا السي والدي والاي نفس الطريقه رح طلع شو السي السي مرتبه هي الاكس عند سيستم شو او او بي مثل ما قلنا او سي بيساوي اكس تايمز فيكتور شو او بي كمان نفس القصه اكس سي ماينس اكس او ايكوال الاكس بنزلها هي ذاتها هون اكس بي ماينس اكس ال او اكس الثاني ناقص اكس ال او اكس السي بالسيستم القديم هون هي ماينس 5 ماينس اكس ال او هي 0 ايكوال اكس تايمز اكس ال بي كانت 2 ماينس اكس ال او هي 0 فبصير عندنا ماينس 5 ايكوال اكس تايمز 2 يعني 2 اكس نجيب التولة الثانية ما بصير اوفر عشان تو مضروبة بالعكس بصير مقسومة هون عكس الضرب هو قسمة فالسي صارت شو ماينس 5 اوفر 2 فإذا جبنا التولة هون صارت تحت ال 5 تحت ال ماينس 5 يعني السي هي ماينس 5 اوفر 2 لابسست السي هي ماينس 5 اوفر 2 انت سيستم شو او او بي بعدين الدي والاي فين نعمل الدي هون مثلا كمان هيدي الدي هي اكس هلا دي هي 6 بالسيستم او او اي سيستم او او اي رح نعتبرها اكس بالسيستم شو الجديد هو او او بي سيستم او او بي نفس المبدأ فيكتور او دي يساوي اكس تايمز فيكتور شو او بي اكس تايمز فيكتور او بي هون نحط اكس دي ماينس اكس او تاني ناقص الاولى هون كمان نفس الشيء تاني ناقص الاولى اكس بي ماينس اكس او اكس للدي هون هي 6 ماينس اكس للاو 0 ايكوال اكس ماينس اكس للبي هي 2 ماينس 0 بصير عندنا 6 ايكوال 2 اكس لانه 2 ماينس 0 هي 2 2 تايمز اكس هي 2 اكس نجيب التو لهون 2 مضروب بتصير او بتصير ديفايد بتاني ماينس 6 اوفر 2 ايكوال اكس يعني 3 ايكوال اكس وبالتالي الدي صارت شو 3 بقلب السيستم او او بي بعدين نقطة واحدة اللي هي الاي ليه نعتبر الاكس بالسيستم الجديد هي او او بي نفس الحكي او انتوا فيكم توقفوا الفيديو وتعملوا حالكم هيدا نشوف اذا مش صح ارجعوا بتكملوا الفيديو بتصلحوا من اول الاي يعني او فيكتور او اي ايكوال شو مثل ما قلنا بشوي الاكس تايمز الفيكتور اللي هونيك اللي هو او بي اكس تايمز الفيكتور او بي هون رح نعمل الابسسس الى ايكوال اكس تايمز الابسسس للفيكتور او بي الابسسس للفيكتور او اي هي اكس اي ماينس اكس او الابسسس للفيكتور او بي اكس بي ماينس اكس او اكس ال اي معناها اياها بالسيستم القديم هي ماينس 3 ماينس او ماينس 0 ايكوال اكس تايمز اكس ال بي بالسيستم القديم هي 2 ماينس اكس الاوريجن هي 0 فبكون عندنا ماينس 3 ايكوال 2 تايمز اكس جبت لهم ماينس 3 اوفر 2 ايكوال اكس صارت يعني therefore الـ A هي minus 3 over 2 in the system O, O, B. يعطيكم العافية.